زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي انا فين؟ فرنسا. كنت قبل الفاصل في ايطاليا. النهارده مع بعض دلوقتي هنعمل مع بعض التشيكن سوبريم بطريقه بسيطه وسهله على الطريقه المصريه، والمطبخ طبعا جذوره وطعمه فرنسي. البعض بيحط له بقى خل بلسمك والحاجات اللي احنا مالناش فيها دي، طبعا حضراتكم عارفينها، ولكن عايز اعمله بطريقه بسيطه وسهله. ما اديله على الشاشه صدور فراخ موجوده عند السوبر ماركت، معانا كريمه لباني، مفيش كريمه لباني بديل ليها حليب وشويه نشا. انا ببسط لك الموضوع، بس لازم كريمه لباني عشان سوبر سبريم. ومعانا زبده وحليب ومعلقه دقيق محترمه كده، وفص توم ني او توم طازه يعني، ومعلقه مستردة في المقادير، وملح وفلفل وزعتر. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. روزماري، زيت زيتون، شويه زعتر، توم مفروم ني طازه، ما انا عايز اهتم بالتتبيله لان الشيكن سوبريم السر مكان تسويه الفراخ. تاني، اهتم بالتتبيله لان السر مكان تسويه الفراخ في الطاسه، والطاسه جابت الخلاصه. يعني بالاخر يعني ايه؟ يعني مكان محمر الفراخ هعمل الصوص بتاع السوبريم. عشان تبقوا عارفين، هنحط مستارده، من هنا الطعم هيجي اللي هو مكان تحمير الفراخ. هناخد مستارده، مستردة وتوم وشوية زعتر وروزماري، عصرة ليمون، حلو قوي، وتركات المغازل المعتادة بطرف السكينة كده، دول نشا يعني نقدر نقول معلقة شاي مش معلقة أكل. ومعانا شوية دقيق جنبينا، والملح بتاعنا والفلفل الأسود بتاعنا. تاني حطيت ايه يا شيف؟ زيت زيتون، روزماري، زعتر، توم، مستردة، عصرة ليمون. بقى عندي خليط لطيف وجميل له قوامه، هنشوفه مع بعض دلوقتي وانا بقلب. زي ما هو كده. هعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. حلو قوي. عندي الفراخ زي الفل. الفراخ دي بتجيبيها من عند الراجل بتاع الفراخ الفرارجي، بتغسليها وهي زي ما هي كده. نحطها هنا كده عشان حضراتكم تشوفوا الدنيا، وما تعمليش فيها اي حاجه خالص زي ما هي. ده الموزه دي انا عايزها، خليها كده تحت الايه؟ الصدر بتاعها. زي الفل. واشيل ده من هنا كده واوسع الدنيا دي كده. مهم جدا الخطوه اللي هعملها دلوقتي عشان لما تعملي الفراخ دي الفرنساويين ما يضحكوش علينا. هو عمرهم ما يضحكوا علينا طبعا، يعني ما تقولكش ايه مثلا مش واخده الطعم، مش شكل ما باكلها في المطبخ الفرنسي وهكذا. خلي بالك لازم تعمليها طبعا احسن. هنعمل ايه؟ هناخد الفراخ زي ما هي كده يا ابو غازي، ونحطها في الدقيق ده، وناخدها من الدقيق كده زي ما انا بشغال بيها كده، زي ما هي كده. احطها فين؟ في الخلطه دي، ونخليها على جنب. تاني في الدقيق والخلطه دي، تاني الدقيق سمعك والخلطه دي، حلو الكلام. تاني رابع بقى دقيق صدر فرخه، حلو كده. ينفع بيقول لي ينفع نعملها بالديك الرومي؟ ينفع، بس يعني لازمته ايه ما نجيب صدور الفراخ الحلوه دي كده؟ بس لازم نسال يعني. هناخد صدر الفرخه كده، شفت انا بعمل ايه بقى؟ زي ما هو كده. على فين؟ على فين؟ هنا. تاني. المخرج بقى بيقول لي ايه؟ معلقه النشا اللي انت حطيتها دي فايدتها ايه بقى يا شيف؟ دي بقى بص يا باشا، دي مش هتتكلم ولا تعرف فايدتها الا لما تدوق الفراخ دي وتحس بالقرمشه تحت اسنانك وانت بتاكل تشيكن سوبريم عايم وغرقان مع الكريمه بتاعته في قلب الصلصه بتاعته. البعض بيحط معاها مشروم، تشيكن سوبريم بالمشروم، التشيكن سوبريم بالذره. احنا معانا ذره، الناس بتعملها بمشروم، انا اعملها بالايه؟ بالذره.
الله لسه ما خلصتش. في مكان، في مكان للحلوين. زي الفل. واخد شويه دقيق صغيرين كده عشان اخلص وهقلبهم هنا واشيل ده من هنا. اللهم صل على النبي. شوفي بقى المطبخ لما بنقول الرؤيه والفن والابداع مش من فراغ. يا نعم، حاضر عينيا. مهم جدا التركية اللي انا بعملها في تفاصيل الحلقه بتاعتي انك انت تتعلمي حاجات كتيره قوي. زي ما قلت في البدايه، التتبيله اللي انا هتبل بيها الفراخ لها دور كبير في طعم السوبريم بتاعي. معانا حليب، عينيا، معانا حليب ومكان تتبيله الفراخ حطيت شويه دقيق صغيرين، بحط شويه حليب كده واقلبهم واخليهم على جنب. هو ده المطبخ. حل بس خلاص زي الفل تمام. وعلى البلانشه بتاعتي والدنيا رايقه وزي الفل. انا النهارده بتدلع، مفيش شغل عندي، لا محمر ولا مشمر. يعني دنيا لطيفه وسهله. حلو. بص ناخد بعضينا ونروح الفرن كده، ايه رايكم؟ اخبار الفراخ ايه؟ نبص عليها كده. ايه الحلاوه دي؟ شفت الاحمرار ده؟ شفت الاحمرار ده؟ هويه دي معلقه النشا. شايفه اللون ده؟ شايفه الجمال الذهبي ده؟ سيبها تاني تحمر. حلوه قوي. ونخلي الخلطه دي جنبينا، والكريمه اللباني دي جنبينا، والزبده دي جنبينا. هو ده السوبريم. تاني، مكان تحمير الفراخ مهم جدا اهتم بيه. معانا زبده ومعانا كريمه لباني. عشان نقدم التشيكن سوبريم ده بيكون معانا عجينه. العجينه دي عباره عن عجينه الملفي. تشتري باكو عجينه بتقطعيها بالشكل ده كده وبتخبزها في الفرن. بتجيب صفار بيضه بتحط عليه شويه حليب وبتتيناها بالفرشه، بيبقى معانا بالشكل ده كده. شفت ازاي؟ زي الفل. ده اللي تشيكن سوبريم هيتغرف طبعا هنا زي بقى المطبخ الفرنساوي انتوا عارفين، والبعض بيعملها كده عشان برضو الاشكال الهندسيه اللي بتحبوها، عشان نبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. بنجيب سكينه. الدلع كله هنا. ونعمل حاجه حلوه كده اهي. روح على مطبخ فرنسي وكل الطبق ده كده تدفع مثلا تقريبا 50 دولار. تحط الحشوه بتاعتنا للتشيكن سوبريم هنا وتغطيها. دي الافكار البسيطه. جيبوا لي الشكل ده يا شيخ. هو ده، ده انا عايز دي، عايز دي، عايز دي. شيها من جوه وتقفليها بالكفر بتاعها. نعمل كذا واحده من دول احنا مع بعض، نجيب طبق التقديم. حلو قوي. والفراخ عندي بتستوي. انا مخلص النهارده، خلي بالك ما تستعجلش عليا، لان معانا العصير اللي هو عصير التمر، والفوكاشيا هنطلعها من الفرن طبعا مش هنيجي جنبها غير لما تبرد. عامله زي عجينه البسبوسه كده، تبرد وبعدين نقطعها. بس انا عايز اغرف الطبق ده بمزاج. اللهم صل على النبي. يا ويلي. حلو قوي. ممكن في بعض المحلات البيكري يعني بيديك العجين ده او الخبزه دي مخبوزه وجاهزه، بيستخدموها لام علي. برضو انا بوفر عليك وقت ومجهود. بيخبزوها لام علي، انت جيبيها عادي استخدميها، مفيش اي مشكله. مفيش حد احسن من حد. المصري بيعمل المستحيل، خلي بالك الابداع كله. روحي بقى على مطعم تلاقيه بقى عامل لك فيها فيلسوف مطابخ الفرنسيه وبيخترع الذره. ده شكل. شكل تاني اللي انا فتحت العجينه كلها مع بعضيها. زي ما تحب انا معاك. المخرج بيقول هنحشي، بتحشي ورق عنب؟ يعني هقول لك مطبخ فرنسي
مطبخ طلياني وانا في فرنسا والحمد لله على السلامه ومن غير شنجن ولا تذكره طيران بقعدك في البلد اللي انت حبيبها. كاخر تقول لي نحشي، حسيت ان انا جايب حله كرنب واحشيها. اضحكوا ها؟ اه والله العظيم بيقول لي نحشي ولا نكمل بعد الفصل. طيب علشان مخرجنا ما يزعلش، الفراخ لازم تستوي طبعا، لان احنا دلوقتي هنقلبها ونحطها في الفرن تستوي. هنطلع بعد الفاصل نشوف الفوكاشيا نطلعها والفراخ اللي دخلها الفرن. طاسه وانا في الفاصل خدت الفراخ منها، فمعايا المساعدين بتوعي جمال واخد الطاسه وبيجري. ما هو احنا معانا دقيقتين فاصل، فجبته من اخر بتاع الطرق قلت تعالى تعالى مصر كلها مستنيه شيف المغازي هيعمل ايه مع الطاسه دي. مكان تحمير الفراخ في زبده، في زيت زيتون، فلفل ليفر والتوابل على النار كده، وباخد الحليب مع معلات الدقيق اللي دوبتهم مع بقيه الخلطه بنزل بهم هنا كده. ده السوبريم مدرسه لوحده. واقلب بقى. حلو الكلام؟ حلو الكلام؟ زي الفل. نقلب كده بس توصل لمرحله الغليان. معايا كريمه لباني ومعايا مكعبين من الزبده. الاكله دي شقيه شويه، فيها شغل، فيها خبره طهويه. لازم الصوص ما يفرطش منك، يبقى له قوامه اللطيف الحلو، ما يجمدش بعد ما تطلعيه من النار. اجي اسخنه، الخبره الطهويه بتقول ايه؟ عايز اسخن السوبريم ده وباقي عندنا والاولاد عايزين ياكلوه، اعمل فيها شيف. حلو قوي. زي ما هو كده بتسخني طاسه وتحطي فيها شويه ميه بيغلوا او شويه حليب مع مكعب زبده. شفت الحليب بيغلي مع مكعب الزبده؟ بتاخد السوبريم ده بالدجاج بكله تحطيه في قلب الطاسه وتغطيها، يتبخر الحليب مع الزبده ويساعد لك على التسخين ويطلع معاك كانك عاملاه طازه. شفت القوام بيطلع ازاي؟ هنشوفه دلوقتي مع بعض واحنا شغالين قبل ما احط الكريمه اللباني. نبص عليه، نبص عليه. اللهم صل على النبي. بص القوام بتاع السوبريم. شفت ازاي؟ احط الكريمه اللباني. اللهم صل على النبي. كلها ممكن نحط بقى مشروب، نحط ذره، اختياري حسب الرغبه. الطعم هنا بقى انا عاشق للمستردة مع الزبده والكريمه اللباني. الثلاثي ده لو ركب مع بعضه زبده كريمه لباني مستردة بياخدنا المدرسه تايهة عن بالنا قوي والله العظيم. عشان نقول لحضراتكم نرجع للريف المصري والصعيد المصري هو الأساس. طعم المرتة اللي احنا افتقدناه، المرتة عارفينها؟ دي مشهورة في الريف المصري والصعيد المصري. جربي كده، حط زبدة مع مستردة مع كريمة لباني يغلوا على النار، نوصل لمرحلة التعتيق يعني تخليها على النار شوية، دوقيها هتاخدك. مش هتوصل طبعا لطعم المرتة بس هي نفس السكة اللي هي المرتة. طعمها الجميل بحطها مع برام رز، بحطها مع الفطاير، بحطها مع المعجنات، بحطها مع اللحمه. دي مش موجوده دلوقتي، دي ام الله يرحمها دي كانت شاطره فيها قوي رحمه الله عليها. وعلى كل موتانا ان شاء الله. شايف الكريمه اللبانه اهي؟ شفت القوام ده كده؟ هو ده. زي الفل يا عم الشيف. عايز تعملها بالذره ولا المشروم يا حاج؟ زي ما انت عايز. معانا ده ومعانا ده. لا معناش مشروم للامانه. طلع الفراخ من النار. يلا زي الفل. ايه الاخبار؟ اللي تشيكن سوبريم اسم بندفع فيه كتير قوي. الله. دول عايزهم انا؟ نعم. مش لازم والله العيش ده، مش لازم يعني. انا بس ده يعني انا بجود شويه على شاشه بقى وصوره حلوه وتاريخ بيتسجل وذكريات، فبجيب الحاجه بقى علشان ايه؟ ونصرف، محدش حرمنا من حاجه. ولكن لو مش موجود الخبز ده او العيش ده او الفطاير دي مفيش اي مشكله خالص. خلي بالك هتاكلي تشيكن سوبريم مع طبق مكرونه سباكيتي جنان، سوبريم مع رز ابيض جنان، زي ما انت عايزه. خلي بالك. يعني لو ده مش موجود مش معضلة زي ما بيقولوا يعني. طلع صدور الفراخ مع سكينة حامية. الله الله عليك يا عم الشيف. ونحط الطبق ده كده هنا، دي مكانها حلوة كده يا شباب. ناخد ده هنا كده
حلوة. ناخد الصدر ده كده. زي الفل. بنحطه هنا كده. ممكن نحطه مع الصوص بتاعنا. ياخد غلوة على النار زي ما انت عايزة. مفيش مشكلة. شايف اللون ده؟ شايف الكرملة دي؟ حلو زي ما هو كده. حط هنا. نحط عليه الصوص دلوقتي. ولكن ايه الصح يا شيف؟ الصح انه ياخد غلوة مع الصوص. يتقدم كده وتحط عليه الصوص. حسب الرغبة. بس لازم الكرملة دي تكون موجودة. الكرملة دي جت منين يا شيف؟ جت من معلقة النشا اللي انا حطيتها في التتبيلة خالص في البداية. خلي بالك دي مش هيعمل كده. اشيلها كده بالسكينة. على فين؟ على فين؟ لا لسه بدري. بقول لها تهنى هنا في الكنترول. وزع كده. زي الفل. معايا واحد تاني اهو. اوعى. تقطيع. سكينتك حامية. خدتهم زي ما هما كده. على فين يا شيف هنا؟ دول ما يترموش. حلو قوي. ناخد الصوص بتاعنا اللطيف الحلو. شيل ده من هنا. مش عايزها. عايزها بالذرة؟ نحط ذرة. عايزها بالمشروم؟ نحط مشروم. طبق حلو. ولادك لما يشوفوها يصوروه بالتليفون ويتصوروا معاها سيلفي الطبق ده كده. لأن احنا طبعا وفرنا عليهم تذكرة طيران، تأشيرة بناخدها بالطابور شنجل، ناخدها ولا ما ناخدهاش، وقاعدين في مصر من الدنيا زي الفل. بنشوف القناة الأولى أهو. أكلة لطيفة وحلوة. ناخد الصوص بتاعنا ده كده. شفت القوام الحلو ده؟ يلا يلا العب. هو ده. إيه الجمال ده شيء؟ إيه الحلاوة دي؟ ده التشيكن سوبريم بتاعنا، ممكن من المطبخ الفرنسي. الأكلة بتقول كده. تاريخها بيقول كده. ولكن اللي عاملها مصري بخف الدم. مصرية فوكاشيا عملناها. طلينا ما يعرفوش حاجة عنها. عملناها بخفة دم مصرية. زي الفل. تمام. كل اللي هعمله دلوقتي اشيل الكفر ده كده. الله عليك. الله عليك وعلى والديك. ألف هنا وشفا للي ياكل. الطبق بتاعنا كده لطيف وفل. شوية ريحان كده. أو بقدونس مفيش مشكلة. هيأدي الغرض. قرن فلفل حلو كده. الشغل بتاع الشيف بقى البرزنتيشن بيقولوا عليه. الصورة الحلوة دايما تتحدث عن نفسها. على القناة الأولى. معانا زيتون حلو. تحبيش بقى تعرفها بقى مش هوصيك. لا ملوش علاقة بتنجان مخلل ده مع الكشك. ده ما ينفعش معاه بتنجان مخلل خالص يا فاروق. كشك بتنجان مخلل ده عايز شوية كشك. شوية ملوخية بالأرانب. ألف أنا وشيل دي من هنا. طبق لوحة فنية. زي الفل.